اعتمدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق منصة لقياس سرعة الإنترنت في البلاد كجزء من جهودها بهدف قياس أداء شركات الاتصالات ومزودي الخدمة. وأضافت الهيئة أن المنصة تسعى لتوفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الإنترنت المقدمة بشفافية ووضوح من جميع الشبكات، فضلا عن تعزيز مبدأ الشفافية والمشهد التكنولوجي المحلي، موضحة أنه ولضمان العدالة لجميع مزودي الخدمة سيتم وضع نظام التقييم الأساسي في مقسم الكويت للإنترنت، حيث يتمتع جميع المزودين باتصال مباشر مع المقسم، إضافة إلى إجراء جميع اختبارات السرعة على النظام الأساسي هناك لقياس أداء الشبكة المحلية.